حتى عثمان على أن سنته سنة متبعة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك لم يسلم منهم رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان علنا تأججت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكره على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة والفوضى وعدم السمع والطاعة. والآن يعني أضحت، يعني مع المنابر ربما كان زمن الشغل، الآن أضحت يعني مواقع التواصل ونحوها، لأن هذا التشهير مرده إلى أن توغر صدور الناس على هذا الإمام، وما في فائدة من ذلك، يعني لا فائدة ترجى من ذلك. يقول الشيخ: فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليهم، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به أي بالإمام حتى يوجهه أو يرشده إلى الخير. ثم بين رحمه الله تعالى شيخ عبد العزيز بن باز المنهج الآخر الذي يسلكه الخوارج، أو إن لم يكن هو سبيل الخوارج لكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى الخروج على السلطان. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان، لأنه في زمن عثمان يعني أعلنوا الإنكار وألبوا الناس ووغروا الصدور حتى أدى ذلك إلى الخروج على الإمام الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أن حكمه عليكم بسنة، أن سنته ينبغي أن تتبع، ومع ذلك ما سلم رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الأشرار، حتى عثمان على أن سنته سنة متبعة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك لم يسلم منهم رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان علنا تأججت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بسبب ذلك، بسبب الخروج على الأئمة وتوغير الصدور وإعلان والتشهير بالنصيحة. قال: وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس بسبب ذلك ولاة الأمر، فوقعت هذه الفتن العظيمة بينهم.